فجر الفرمدة. نحن من الساحات طلعنا طلبنا الحرية بسقط نظام بشار الأسد، وبالظروف اللي عدت على ثورتنا من ضعف وتفرقة وتشرد وقهر شعبنا المسكين، قررنا نرجع نحيي ثورتنا ونبلش من صفر من أول وجديد. ما راح نمل، ما راح نكل حتى يسقط النظام، ونخفف المعاناة عن أهلنا وعن شعبنا، ونرجع نصيح من ساحات الحرية حرية. نطلب الله من جميع القادة وجميع الفصائل يتوحدوا تحت مسمى جيش وطني حر، يخفف معاناة شعبنا العظيم وينبثق عنه لجنة سياسية تمثل شعبنا ومعاناة شعبنا في الخارج. وين حي سوريا إلا من الساحات، من ساحات الحرية. لا تراجع على الاستسلام، لا تراجع على الاستسلام، لا تراجع على الاستسلام، وحتى يسقط النظام، لا تراجع على الاستسلام، لا تراجع على الاستسلام، وحتى يسقط النظام. نرجع نذكر حتى لا ننسى لماذا خرجنا. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد